ايه بقول لك ايه، تعرف طارق الزواوي من مواليد الثمانينات، بيحب جيرسي، كبر ودخل المدرسه واتضرب اول يوم في المدرسه، دخل الجامعه واتضرب برضه في اول يوم في الجامعه، دخل تجاره وحب ليلى، عمل لها شريط كوكتيل، شاف ساندي فحول صيدله، اتخرج من هندسه وساندي سابته فاشتغل قبطان ولف في العالم، رجع واتجوز نانسي اخت ساندي. طارق ما فضلش على حاله، بس حبه لجيرسي ما اتغيرش، جوز هند جامد متغطي بالشوكولاته، شوكولاته جيرسي لسه زي ما هي.